تحية كثير كبيرة لكل متابعينا بحلقة من الناجح، ارفع ايده على صفحتنا على الفيسبوك، واللي زي كل يوم نختبر معلوماتكم ايام المدرسة من مناهج المدرسة، وكل يوم عندنا رابح وعندنا قسيمة، واليوم مقدمة من برجر ميكرز. اليوم معنا احمد. احمد مساء الخير. مساء الورد، هلا معن، يسعدك. كيف حالك؟ الله يسعدك، تمام، انت كيفك؟ كله تمام. رمضان كريم وانت بخير. رمضان كريم، وبدنا في البداية نتعرف عليك احمد، شو مؤهلاتك العلمية ونتعرف عليك بشكل سريع. انا اسمي احمد عثمان، معي بكالوريوس فاينانس، وحاليا الحمد لله زينا زي غيرنا، محجورين في البيت وعم نستنى فرج الفضل. الله يعطيك العافية. أحمد، طبعاً عندنا 10 أسئلة، كل سؤال بعلامة. طبعاً إذا أنت جوابت جبت 5 من 10 بحق لك تأخذ الجائزة، أقل من هيك لا. وراح نمر على عدة مساقات وعدة مواد، وبالبداية راح تكون مع الجغرافيا. كيفك بالجغرافيا؟ يعني كويس الحمد لله. سؤال بسيط وسهل جداً جداً جداً. بيحكي السؤال زي ما احنا شايفين، أين تقع مدينة زحلة؟ في سوريا، في الأردن، في لبنان. في لبنان. 10 ثواني. في لبنان. نشوف الإجابة مع بعض، وهي الإجابة الصحيحة، زحلة في البقاع زي ما بيحكوا. طيب نروح للثقافة العامة، وسؤال آخر بيحكي، ما هي جنسية مخترع الهاتف جراهام بيل؟ هل هو أمريكي، سويدي، ألماني؟ جراهام بيل ألماني. إجابة نهائية. خلينا نشوف، أصلا انتهى الوقت، خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. هو للأسف أمريكي يا أحمد، وأول مكالمة أجريت من نيويورك إلى شيكاغو بال1800. خلينا نروح لسؤال في اللغة العربية الفصيحة، ما مثنى كلمة عصا؟ عصوان، عصتان، عصيتان. عصاتان. شو يا أحمد؟ عصاتان إجابة نهائية. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي عصوان يا أحمد، أنا بعتذر منك، فهي هاي من الكلمات الصعبة جدا. نروح للسؤال في التاريخ، وهي من هي أول جامعة، أو ما هي أول جامعة بنيت في العالم؟ هل هي جامعة هارفارد؟ هل هي جامعة ستانفورد؟ هل هي جامعة القرويين؟ أول جامعة هارفرد. بنيت جامعة هارفارد. جواب نهائي. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. للأسف يا أحمد، هي جامعة القرويين، وهي جامعة في فاس في المغرب، وأول جامعة بنيت في العالم، وحتى هذا الوقت مستمرة حسب طبعا اليونسكو وحسب موسوعة جينيس العالمية. نيجي للسؤال الخامس من المجموعة الأولى، وهو سهل جدا في الجغرافيا وراح تجاوب عليه بشكل سريع. ما هي أكبر دول العالم العربي من حيث عدد تعداد السكان؟ مصر، السعودية، أم السودان؟ مصر. مصر. خلينا نشوف الإجابة صحيح، هي مصر، وفي آخر إحصائية 100 مليون تعداد سكان مصر. من الخمس الأسئلة الأولى أنت حصلت فقط على إجابتان صحيحتان. خلينا نروح للإجابات، نروح للأسئلة الثانية معنا، وراح نروح للفن. كيفك بالفن؟ يعني أحمد؟ مقبول إن شاء الله. مقبول. يلا، من هي الفنانة، ما هي الفنانة الملقبة بشمس الأغنية؟ نوال الزغبي، نجوى كرم، إليسا. نجوى كرم. نشوف الإجابة. صحيح، هي نجوى كرم، إجابتك صحيحة. نيجي لسؤال في الثقافة العامة، ماذا يسمى بيت كل من الفأر والأفعى؟ هل هو جحر، القن، العرين؟ بيت. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. هو صحيح، الجحر، جحر الأفعى، جحر الفأر. جميل جدا. نيجي لسؤال في الجغرافيا، أي من البحار التالية أسماه العرب بحر الظلمات؟ هو البحر الأحمر، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي.
أي من البحار الخيارات بس أي من البحار والمحيطات أسماء العرب: بحر الظلمات، البحر الأحمر، المحيط الأطلسي، المحيط الهادي. المحيط الأطلسي. خلينا نشوف الإجابة. متأكد؟ حاسك بتعرفها يعني المفروض. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة. صحيح، هي المحيط الأطلسي. أبدعت، أحسنت أحمد. نيجي للسؤال التاسع قبل الأخير، ما وسهل جدا. ما هي وحدة قياس شدة التيار الكهربائي؟ الأمبير، الفولت، البار. وحدة قياس شدة التيار الكهربائي. الفولت إجابة نهائية؟ نعم. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة مع بعض. للأسف أحمد، هي الأمبير. خلينا نيجي للسؤال الأخير وهو بالرياضة. كيفك بالرياضة؟ 100%. يلا، أين يقع استاد البرنابيو؟ بمدريد، برشلونة، أم ميونخ؟ استاد سانتياغو برنابيو، استاد ريال مدريد في إسبانيا. مدريد إجابة. خلينا نشوف الإجابة الصحيحة وهو في مدريد. خلينا نجمع العلامات ونشوف قديش جبت يا أحمد. 1 2 3 4 5 6، ومجموعك 6 علامات من 10. أنت ناجح أحمد، لازم ترفع إيدك ومبروك عليك جائزتك، وهي مقدمة من برجر ميكرز الموجودين بكل أنحاء طبعا المملكة، ودائما وأبدا أطلبوا ووصوا من عندهم على 0650539. شكرا أحمد لوجودك معنا اليوم بحلقة الناجح، يرفع إيده. شكرا لك. وأنتم أيضا أصدقائي بإمكانكم تشاركوا معنا، ابعثوا لنا رسالة على صفحتنا على الفيسبوك لتشاركوا في برنامج الناجح، يرفع إيده وتربحوا معنا جوائز قيمة. سلامات. للمشاركة في البرنامج أرسل اسمك وعمرك على رقم الواتساب 0785930606، أو أرسل رسالة على صفحتنا على الفيسبوك @مزاج FM.